شملت الجوائز ذات الصلة بالسياقة الفحص التقني، السائق المهني، مدربي تعليم السياقة والمقاولات. جوائز محفزة تهدف إلى تخفيض عدد حوادث السير. باش كشمل ان شاء الله الفرحه ديالنا، حتى غنفرحوا كاملين في هاد الركائز الاساسيه ديال الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه باش نقللوا من حوادث السير. كننصح الناس في الميدان، يعني لي مونيتور، يتاطروا، هذه اول حاجه، يتاطروا في منظمات او جمعيات او فيدراليات، يعني باش يزيدوا بالسلامه الطرقيه القدام في بلادنا ان شاء الله. انا 41 عام كنسوق التاكسي، وكندوسي الناس يعطيو الخاطر، ونجي دابا هاد الشوفر جداد يردوا البال الحياه ديالهم والحياه ديال الناس الاخرين. موعد سنوي للتقييم الموضوعي لمختلف البرامج المنجزة في مجال السلامة الطرقية ورصد الإكراهات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. نحن كذلك حاليا في إطار تفعيل وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية 2016-2025 بأهداف مرقمة وواضحة تهدف إلى التقليص من عدد الوفيات بنسبة 25% في أفق سنة 2020، والتقليص من عدد الوفيات كذلك بنسبة 50% في أفق 2025. اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خصصت كذلك جوائز تشجيعية لأحسن الأعمال الفنية والصحفية والرقمية ذات الصلة بحوادث السير والسلامة الطرقية.